عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، النهاردة حبايبي موعدنا مع درس جديد من دروس مادة المهارات المهنية بعنوان الإعلان عن منتجك أو منتجاتك. إيه هو الإعلان ده حبايبي؟ الإعلان يعتبر بمثابة البوابة التي تتيح للجمهور التعرف على خدمات ومنتجات الشركة بتاعتك أو المصنع أو الشركة، اللي يعني شركة مثلا زي شركة أي سلعة غذائية بتعلن عن نفسها. الإعلان ده بيعزز وجود الشركة في السوق فلا يجعلها مهمشة غير معروفة. طبعا بيعرف بتتجلى علها أنها معروفة، الناس بتعرف شركة مثلا على سبيل المثال اي نوع من انواع المياه الغازيه وكلنا عارفين انواعها، عشان بس احنا ما نبقاش بنعمل عنها اعلان لو قلنا اسمها. والاعلان ده حبايبي من الوسائل الترويجيه التي تغطي فئه كبيره من الجمهور او اللي هو الناس. فلا احد لا يملك تلفزيون، كلنا عندنا تلفزيونات، او لا يفضل قراءه الجرائد، كلنا بنقرا جرايد وبنتصفح المواقع على الانترنت. الإعلان يمنع الشركات من تقليد منتجاتهما. تعددت تعريفات الإعلان وتناولته عدة جهات، يبقى الإعلان تعددت تعريفاته وأكثر من جهة اتكلمت عنه. والإعلان ده حبيبي وسيلة تعرف الناس بنوع السلعة أو نوع الخدمة التي تقدمها الشركات أو المصانع. نيجي بقى لتعريف الإعلان من مذكرة المهارات المهنية. الإعلانات توفر المعلومات المهمة عن المنتجات والخدمات. يبقى أي منتج أنا بنتجه في مصنعي أو في شركتي، يبقى أعمل إيه عنه إعلانات عشان أعرف الناس بنوع المنتج والخامة بتاعته وصناعته إن كانت رديئة أو جيدة. قد لا يعرف بعض الناس عن الأشياء المتوفرة لهم، يبقى الناس ما لسه جديد فبضطر أعمل إعلان واثنين وثلاثة بعض بالشهرين ثلاثة أربعة حسب نوع الإعلان وحسب لحد الناس ما تعرف المنتج بتاعي ويتشهر في السوق بين المنتجين في الأسواق. أهمية الإعلان يا حبايبي نقل المعلومات عن منتج أو خدمة معينة، لما بعلن عنه بيقدم لي معلومات عنه. إعلام الناس، وهنا الإعلام بالميم مش بالنون يا حبايبي، للمعرفة. بعلمهم، بعرفهم، بديهم خبر، بأخبرهم. يبقى إعلام الناس أو تثقيفهم وإقناعهم بالمنتج. يبقى بديهم خبر عن المنتج، ده الإعلام. بديلهم خبر عن المنتج اللي نازل جديد في السوق علشان يقتنعوا انه نافع وكويس ومنتج جيد وليس رديء. تاني حاجة من اهمية الاعلان، او تالت حاجة، مساعدة الناس على تذكر المنتج او العمل التجاري. انا بيفضل قدامهم الاعلان كل شوية، قدامهم في التلفزيون او على المواقع او في الجرائد، قدامهم بيفضلوا فاكرينه. طيب الإعلان الناجح يجب أن تتوفر فيه بعض النقاط. زي إيه؟ واحد، يعكس بشكل مستمر وواضح العلامة التجارية للشركة. مثلا هنعمل عن حاجة تخص الدولة، سكك حديد مصر، بتلاقي مكتوب على الأطرات أو القطارات علامة كده مكتوب عليها إيه؟ سين حا ميم. دي علامة تجارية وعلامة بتميز السكك الحديدية المصرية بإيه؟ سين حا ميم. اتنين، يجذب ويلفت الانتباه للناس. بيجذب ويلفت انتباه الناس للمنتج والسلعة اللي بيعلن عنها. ثلاثة، قابلا للتصديق ومميزا وفريدا ولا ينسى. الإعلان ده بيبقى قابل الناس تصدقه ومتميز وفريد من نوعه، يعني نادر
ولا ينسى، ما يتنسيش، يتن الإعلان في أذهانهم وفي دماغهم. التسويق الشفهي، يعني إيه التسويق الشفهي؟ إن أنا أسوق لأي منتج أو بضاعة وأقولها لك، أقول لك عنها عيني عينك كده، يعني مش في تلفزيون، مش في جريدة من الجرايد، مش على موقع من المواقع بتاعة الإنترنت. يبقى ده اسمه التسويق الشفهي. وتعريفه يا حبايبي، تعريفه العلمي، هو إقناع العملاء اللي هم المشترين، الناس بنقول عليهم العملاء لأنه بيتعامل معايا، جاي من التعامل يا حبايبي. يبقى التسويق الشفهي هو إقناع العملاء بشراء منتج عن طريق عملاء آخرين. الناس بيعلنوا إعلانات شفهية، إعلانات بيكلموني وأكلمه، ولكن هم بيكلموني وش في وش كده عن المنتج اللي نازل جديد. يبقى ده اسمه الإعلان أو التسويق الشفهي. يبقى هو إقناع العملاء بشراء منتج عن طريق عملاء آخرين قاموا بتجريب هذا المنتج. قلت له والله ده كويس، ده أنا جربته، ده حلو قوي. طيب، عندي أمور يجب أن تتبعها الشركات لضمان نجاح الحملة الإعلانية. إيه هي الأمور دي حبايبي؟ أول أمر مهم، ابتكار شعار. يجب أن يقتصر الشعار على بضع كلمات ثلاثة فقط. وقلنا على سبيل المثال للحصر، سكك حديد مصر، سكك بسين وحديد بحرف الحاء، ومصر بالميم. يبقى سين حاء ميم اللي هي سكك حديد مصر. القدرة على التنافس، طبعا ما حدش بينافس سكك الحديد المصرية، ما فيش شركات قطاع خاص للقطارات، وإن شاء الله مش هيبقى فيه طبعا. يبقى القدرة على التنافس، يجب معرفة كل المستجدات عن المنافسين للشركة. يبقى بتعرف كل المستجدات الايه الجديد عن الشركة او الشركات المنافسة ليك اللي بتنتج نفس المنتج. هم جددوا ايه، هم حسنوا منتجهم ازاي. طيب كده منتجنا لو ما تحسنش زيهم هينام في السوق، محدش هيشتريه، هتبوظ بضاعتنا، هتضيع علينا فلوسنا، وهكذا. يبقى يجب معرفة كل المستجدات عن المنافسين للشركة لإعداد إعلانات بارزة وجذابة. طيب، الصدق في الإعلان، يبقى ما أعلن عن حاجة بكون صادق. يجب أن تكون المعلومات صادقة وصحيحة وليست كاذبة وخادعة، وبذلك لأن العملاء سيكتشفون. أنا أديتك مرة، مش هعملها تاني، خلاص هي مرة ومش هتعود، لأن العملاء سيكتشفون عدم صدق المعلومات الواردة عن المنتج بتاعهم عند إعطاء معلومات خطأ، ويعتبر ذلك من الأشياء الغير قانونية. طبعا حتى دينيا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا، فحتى قانوني ما ينفعش، لا دينيا ولا دنيويا ولا أخلاقيا، من غشنا فليس منا. نيجي حبايبي لفقرتنا الثانية بعنوان شخصيات مصرية مؤثرة. وأول الشخصيات المصرية دي حبايبي المهندس حسن فتحي، مهندس الفقراء ومهندس الغلابة، اللي يعني أي حاجة أي إنسان بيعملها للغلابة بيتشهر. وكان المهندس حسن فتحي رحمه الله كان واخد لقب ويستحقه، لقب مهندس الفقراء أو مهندس الغلابة. نشأته، هو نشأ فين وتربى فين وتولد فين؟ ولد المهندس حسن فتحي في محافظة الإسكندرية، ودرس الهندسة المعمارية، مهندس معماري في جامعة القاهرة. يعني هو تولد في إسكندرية ودرس الهندسة المعمارية في جامعة القاهرة. لم يتأثر بالعمارة الغربية. يعني ايه العمارة الغربية؟ المباني الغربية اللي هي في دول الغرب، في الدول الغربية، دول اوروبا، الدول الاجنبية حبايبي، دي العمارة الغربية.
لم يتأثر بالعمارة الغربية، وتأثر بدلا من ذلك، يعني بدل تأثره بالعمارة الغربية اللي هي في دول أوروبا والعمارات الشاهقة والمباني الفخمة، تأثر بدلا من ذلك بالأنماط المحلية، الأنماط اللي هي الأشكال والطرق، وتأثر بدلا من ذلك بالأنماط المحلية، المحلية اللي هي بلدي، يبقى الأنماط الشعبية المصرية والتقاليد الريفية، العادات والتقاليد الريفية اللي هي الفلاحي. كان مهندسا معماريا وأستاذا جامعيا مصريا، كان أستاذ في الجامعة، ولقب أهو بمهندس الفقراء، وطبعا اللقب ده يبخت به والله. وعرفوا حبيبي أي إنسان مشهور ما بتزيد شهرته إلا إما يعمل للناس الفقراء. على سبيل المثال لا الحصر مش هنعدهم، عندي المهندس حسن فتحي في الهندسة المعمارية، وعندي الكاتب الكبير نجيب محفوظ لأن هو كان كاتب الفقراء وقدم حاجات كتيرة أول الفقراء، منها السكرية وبين القصرين وقصر السوق، دي سموها الثلاثية الخالدة للأستاذنا نجيب محفوظ اللي كان هو كاتب الغلابة. نيجي على أهم إنجازات المهندس حسن فتحي، هو من رواد مجال العمارة، من رواد يعني من أساتذة مجال العمارة، وشجع على استخدام مواد البناء الطبيعية مثل مادة الطين، طبعا كلنا عارفين، يبقى هو كان مهندس معماري بيشجع على استخدام المواد الطبيعية مثل الطين. صمم أكثر من 170 مشروع، يبقى هو صمم أكثر من 170 مشروع، منها العقارات السكنية، طبعا المباني السكنية اللي بنسكن فيها، ومباني مجتمعية وخدمية، يبقى مباني خدمية ومجتمعية زي مثلا ايه مبنى الضرائب مثلا، اي مباني بتقدم خدمات للشعب تسمى مباني خدمية. شارك المهندس حسن فتحي في تصميم قرية القرنة الجديدة في محافظة الأقصر خلال الفترة من 1946 ولحد 1952، يبقى في الفترة من 1946 حتى 1952 شارك في تصميم قرية القرنة الجديدة اللي هي استمر بنائها وتصميمها 6 سنوات. ليه بقى؟ لتوفير مساكن ملائمة يعني مناسبة ومنخفضة التكاليف، رخيصة الثمن، كل الناس الغلابة يقدروا على سعرها ويشتروها عشان يعودوا فيها. وتم تصميم كل الغرف في القرية دي يا حبيبي لتتمتع بعزل وتهوية جيدة، يبقى فيها هواء من الجهات كلها وعاملة طيار هواء على طول ومعزولة عن الرطوبة، مع أسقف عالية، السقف في البيت بيبقى عالي شوية مش زي السقف في الشقة بتاعتنا مثلا، وطبعا مع أسقف عالية وفناء مغلق مش مفتوح. أطلق على هذا الأسلوب اسم العمارة الخضراء أو المستدامة، طبعا خضراء لأنها عمارة صحية، وعمارة هنا حبيبي مش المقصود بها العمارة مثلا 20 دور 18 دور وهكذا، المباني الشاهقة، العمارة اللي هي عامرة، المباني العامرة الساكنة، فبتسمى هنا ايه العمارة عشان نبقى مفاهمين مع بعض. شاركت منظمة اليونسكو، ومنظمة اليونسكو زي ما قلنا حبايبي منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة، إذن أي حد يتشارك منظمة اليونسكو في شغله أصبح الراجل ده عالمي في أي مجال. بقى هنيجي هنا المهندس حسن فتحي في مجال الهندسة المعمارية كان هو ده مهندس عالمي على مستوى العالم، تبقى شاركت منظمة اليونسكو في محاولة حماية مباني القرية منذ عام 2009، اتفقنا حبايبي؟ يبقى الراجل ده كانت شهرته عالمية، كان مهندس معماري على مستوى العالم.
نيجي الفقرة اللي بعد كده حبايبي، المستكشف النشط نيروبا راو. دي واحدة ست اسمها نيروبا راو. مين نيروبا راو دي حبايبي؟ دي رسامة نباتية. يعني ايه رسامة نباتية؟ لا ترسم الا النبات، النباتات والاشجار. يبقى نيروبا راو رسامة نباتية من الهند، تريد المساعدة على حماية الحياة النباتية الفريدة في الهند. يبقى نيروبا راو يا حبايبي رسامة نباتية من الهند، تريد المساعدة على حماية الحياة النباتية الفريدة في الهند. ترى أن مساعدة الناس على التفاعل مع الطبيعة، التفاعل مع الطبيعة التأثر بها وحماية النباتات الفريدة وحافظوا عليها، والفريدة اللي قلنا القليلة أو النادرة، يبقى بتخلي الناس تتفاعل، وعايز الناس تتفاعل مع الطبيعة التي تحيط بهم، هي المفتاح لحماية الحياة النباتية. يبقى كون الناس تحافظ، طبعا ما لما الناس تحافظ يبقى خلاص كل حاجة اتحمت، الناس أهملوا يبقى كل حاجة باظت. قامت نيروبا راو قامت بتوثيق مشروعها عن النباتات والأشجار من خلال الرسم. يبقى كل اللي اتأثرت بيه وثقته، يعني رسمته. تعمل مع خبراء في علم النبات عند رسم النباتات والأشجار لكي تكون لوحتها دقيقة، ودقيقة يعني ايه؟ مظبوطة جدا، بتعبر عن الواقع بشيء مظبوط جدا. تقوم نيروبا راو برسم التفاصيل بدقة، وتركز على كل الأجزاء المهمة في النباتات زي الأزهار الورود. اشتهرت نيروبا راو لوحتها على أغلفة الروايات الشهيرة، القصص والروايات الشهيرة، وتعمل حاليا على كتاب للأطفال يتناول النباتات الغربية أو الرائعة في الهند. وقلنا النباتات الغربية اللي هي إيه؟ جاية من أوروبا حبايبي وأمريكا. نيجي حبايبي لفقرة الأسئلة، ودي أهم فقرة في الدرس، دي اللي بتعرفك أنت استوعبت إيه من الدرس وما استوعبتش إيه، وفهمت إيه وما فهمتش إيه. نيجي حبايبي لتدريبات المتميز على الموضوع الخامس والشخصيات المؤثرة. نيجي على السؤال الأول، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. واحد، تساعد الحملات الإعلانية الناس على تذكر المنتج التجاري. كلام ده صح؟ طبعا صح يا حبايبي. اثنين، الإعلان الناجح يجب أن يكون مميزا أو مميزا وفريدا. الكلام ده إيه؟ أكيد صح طبعا يا حبايبي. ثلاثة، ولد حسن فتحي المهندس المعماري اللي احنا كنا بنتكلم عنه دلوقتي، ولد حسن فتحي في القاهرة ودرس الطب في جامعة الأسكندرية. الكلام ده ايه؟ غلط طبعا يا حبايبي، ده هو العكس صحيح. ولد المهندس المعماري اللي هو مهندس الفقراء والغلابة في محافظة الأسكندرية، ودرس الهندسة المعمارية في جامعة ولد المهندس حسن فتحي في الإسكندرية ودرس الهندسة المعمارية في جامعة الإسكندرية. يبقى الجملة المكتوبة اللي هي بتقول إيه؟ ولد حسن فتحي في القاهرة ودرس الطب في جامعة الإسكندرية. طبعا غلط. نيروبا راو مهندسة مصرية تعمل في مجال الإنشاءات. الكلام ده إيه؟ شوف الاسم، نيروبا راو مهندسة مصرية؟ غلط طبعا. نيروبا راو دي رسامة هندية وكانت متخصصة في رسم النباتات وبكل دقة. يبقى ما يقول لي نيروبا راو مهندسة مصرية، أعرف الاسم حتى مش مصرية على الأقل، يعني تعمل في مجال الإنشاءات، لا طبعا كانت بترسم النباتات ودي رسامة هندية. خمسة، لضمان نجاح الحملة الإعلانية يجب ابتكار شعار من خمس كلمات. فاكرين يا حبايبي لما قلت ايه؟ هان الشعار بيبقى من كام كلمة؟
طبعا لضمان نجاح الحملة الإعلانية يجب ابتكار شعار من كم كلمة، من 3 كلمات. وقلنا مثال على ذلك سكك حديد مصر اللي هي سين وحاء وميم، يجب ابتكار شعار من 5 كلمات، دي غلط يا حبايبي. طيب 6، سينجح الإعلان عندما لا تتوافر المعلومات المهمة عن المنتج في الإعلان. تاني كده، سينجح الإعلان عندما لا تتوافر المعلومات المهمة عن المنتج في الإعلان. ده كلام، الكلام حتى من 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 أسلوب الجملة ذات نفسه بيقول إيه؟ غلط طبعا يا حبايبي. 7، الإعلان يجب أن يعكس العلامة التجارية للشركة. كلام ده إيه؟ أكيد صح. يبقى الإعلان يجب أن يعكس العلامة التجارية للشركة اللي بيعلن عنها، كل شركة قلنا لها علامة تجارية وشعار. 8، شارك المهندس المعماري حسن فتحي في تصميم قرية القرنة الجديدة. صح طبعا يا حبايبي. يبقى المهندس حسن فتحي قلنا كان مهندس معماري وشارك في تصميم قرية القرنة الجديدة. 9، يجب أن يكون الإعلان قابلا للتصديق ومميزا حتى لا ينسى. كلام ده إيه؟ صح طبعا يا حبايبي. يبقى يجب أن يكون الإعلان قابلا للتصديق ومميزا أو مميزا حتى لا ينسى، ويكون الإعلان صادق في كلامه وإعلانه عن السلعة اللي بيعلن عنها. نيجي حبايبي للسؤال الثاني، أكمل العبارات التالية بالكلمات المناسبة من بين الأقواس. عندي شعار وعندي الشفهي، شرطة صادقة، الإعلانات منافسين. أول جملة، التسويق هو نقط هو إقناع العملاء بشراء منتج عن طريق عملاء آخرين قاموا بتجريبه. يبقى التسويق إيه بقى؟ يبقى التسويق الشفهي هو إقناع العملاء بشراء منتج عن طريق عملاء آخرين قاموا بتجريبه، يعني إقناع ناس بشراء منتج، ناس تانية اشتروه وجربوه، يبقى ده اسمه إيه؟ التسويق الشفهي. 2، يجب أن يقتصر إيه الإعلان على 3 كلمات. يبقى يجب أن يقتصر شعار الإعلان على 3 كلمات. 3، يجب إعطاء معلومات إيه في الإعلان حتى لا يعتبر الإعلان غير قانوني. يبقى يجب أن إعطاء معلومات إيه صادقة في الإعلان حتى لا يعتبر الإعلان غير قانوني. يبقى يجب إعطاء معلومات صادقة في الإعلان حتى لا يعتبر الإعلان غير قانوني. 4، تقوم إيه بتوفير المعلومات المهمة عن المنتجات والخدمات. تبقى تقوم الإعلانات بتوفير المعلومات المهمة عن المنتجات والخدمات. يبقى تاني، تقوم الإعلانات بتوفير المعلومات المهمة عن المنتجات والخدمات. 5، من الضروري معرفة كل جديد عن إيه الشركة ليتم إعداد إعلانات جديدة. يبقى من الضروري معرفة كل جديد عن منافسين الشركة ليتم إعداد إعلانات جديدة. 5 تاني، من الضروري معرفة كل جديد عن منافسين الشركة ليتم إعداد إعلانات جديدة. وبكده حبايبي نكون وصلنا لنهاية درسنا النهاردة. أرجو الاشتراك في القناة وعمل لايك في الفيديو علشان يوصلكوا كل جديد في الوقت المناسب إن شاء الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.